السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلغنا الله وإياكم صيام الشهر المبارك وقيامه. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والعون على الصلاة والصيام وتلاوة القرآن. اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا يا رب العالمين. مبروك عليكم شهر رمضان وكل عام وانتم بخير. في مكة قبل الإسلام يعيشون حياة الجاهلية المظلمة، يصنعون بأيديهم أصنام يضعونها حول الكعبة ثم يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى. ويقول أبو رجاء العطاردي رضي الله عنه: كنا نعبد الحجر، فإذا وجدنا حجرا أفضل منه ألقيناه وأخذنا الأفضل، وإذا لم نجد حجرا جمعنا كومة من التراب ثم جئنا بالشاه فحلبنا عليه حتى يتماسك ثم طفنا به. وكان معروف انهم اهل الجاهلية كانوا يعملوا الاصنام من كل شيء، حتى انه فما اللي يعمل صنم من التمر واذا جاع ياكله. للدرجة هذه كانت امورهم الدينية معيوبة ومخرومة، وكان يسود بينهم قانون الغاب حيث الحكم للقوة والقوي يأكل الضعيف. وكانت غارات القبائل على بعضها البعض وعلى القوافل أمرا عاديا في ذلك المجتمع الذي تسيطر فيه الفوضى والفتن، وكانوا يستبيحون الأعراض من غير اعتبارات أخلاقية. وكان الرجل منهم يعمد إلى وأدي بناته أو دفنهم أحياء تحت التراب خوفا من أن تجلب له العار. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. إذا كانت هذه تصرفاتهم مع بناتهم، فكيف هو تصرفهم مع عبيدهم؟ فقد خلت قلوبهم من الرحمة تماما، فكانوا يصرفوا في إيذائهم ويذوقوهم سوء العذاب ويقتلوا اللي ما كانتش عنده أهمية في العمل. الكعبة كان فيها 360 صنم من مختلف الأنواع والأشكال، وكانوا يزعموا عبادة الله الواحد الأحد، لكن الأصنام ما هي إلا وسائط تقربهم من ربي سبحانه. قال تعالى: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب. ويصف لنا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه أحوال الناس في مكة قبل البعثة، فيقول للنجاشي ملك الحبشة: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل منا القوي الضعيف. وقد كانت البشرية عامة في تلك الفترة وفي جزيرة العرب خاصة تعيش في ظلالات الشرك والجهل، وفشى فيها الفساد ودارت فيها الحروب على أسباب واهية: حرب البسوس 40 عام من أجل ناقة. على الرغم من وجود بعض من الموحدين وعرفوا في مكة بالأحناف، وهما بقايا من العرب اللي كانوا يدينون بدين إبراهيم عليه السلام، واليهودية كانت متواجدة وقتها
في اليمن وفي يثرب، حتى النصرانية كانت متواجدة في نجران والشام، لكن للأسف لم يسلم أي من هذه الأديان من التحريف، فانتوت على كثير من الشرك والمغالطات، فأصبحت البشرية الكلها حتى الموحدين على شفا حفرة وتحتاج بإلحاح لشكون ينقذها. وهنا آن الأوان للبعثة المحمدية، وظهرت بشريات الصبح والنور، فبعث الله تعالى نبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم لإخراج الناس من الشرك إلى التوحيد ومن الظلمات إلى النور. فقال تعالى: ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. لكن في مجتمع قبلي وهمجي كما هذا، صعيب أنه الأفراد باش يتقبلوا فكرة العدل والمساواة، وخاصة السادة منهم رفضوا الدين بشدة، وذلك لعدة اعتبارات ممكن أنها تقضي على الطبقية ونفوذ السادة في قريش خاصة وجزيرة العرب عامة. وظهر للإسلام أعداء حاربوه بالمال والقوة على قد ما استطاعوا، وأولهم كان فرعون هذه الأمة أبو الحكم أو أبو جهل عمر ابن هشام، وهو موضوع حلقتنا غدوة إن شاء الله. تنسيش الاشتراك وتفعيل الجرس باش توصلك الحلقة أول ما تهبط. وبشهية طيبة للجميع.